السياسة تاع كوندور مبنية على التكوين، مبنية على تطوير معارف الإطارات والشباب اللي موجودين. في هذا الإطار مضينا على هذه الاتفاقية، اتفاقية إطار، باش يكون تبادل ما بين جامعة المسيلة وكوندور. من جهة جامعة المسيلة يكون تكوين الإطارات تاعنا والرفع من مستواهم، من جانب كوندور هي التكوين التطبيقي للتلاميذ أو الطلبة اللي موجودين في جامعة المسيلة. قمنا اليوم بالتوقيع على اتفاقية بين جامعة المسيلة ومجمع كوندور، هدفنا الوصول إلى شراكة حقيقية بين جامعة المسيلة ومجمع كوندور، لأن هذين المؤسستين يتبادلان أو يتقاسمان انشغالات المجتمع، وهو خلق مجتمع معرفة، التقدم نحو الأمام بالصناعة، التقدم نحو الأمام بالمعارف.